السلام عليكم، وش حوالكم؟ الفيديو تاع اليوم راح يكون تفصيل وخياطة حجاب ولا روبة حجاب بقماش تاع لاكوت. راح يكون بلامونش دولما. وشو بلامونش دولما؟ البنات اللي هو يجي منه فيه مع لاروب، يعني الذراع ولا لاروب، ما يعودش فيه خياطة في جهة تحريفة الإبط، يعني يعود متصلين مع بعضها. أنا هنا عندي 2 مترات وربع تاع قماش تاع لاكوت، هذا راهو جاي كالصوف. هذا يدير نورمالمون 85% اذا مانيش غالطه، وعلى حساب الكاليتي، كاين اللي رقيق وكاين اللي خشين. اول حاجه دوك راح يكون هذا الجزء النظري، راح نفهمكم في لامونش اللي راح نديروها. الجزء الثاني راح يكون تطبيقي، يعني الفصاله تاع القماش والخياطه. تبعوا معايا الخطوات. اول حاجه راح نحتاجو الباترون تاعنا الاساسي اللي راح نخدمو عليه كما راكم تشوفوا. البنات ملاحظه مديتها لكم قبل ونزيد نعاودها لكم، خاصه اللي يدخلوا لاول مره للقناه. هذا راهو باترون مسطح، باترون اساسي مسطح، نخدموا به للملابس الفضفاضه. حطيت لكم الايامات اللي فاتوا للاسبوع اللي فات باترون اساسي مسطح اللي نخدموا به لروب، وفيه تفاصيل اكثر. هذاك البنات تخدموا به كما قلت لكم، كي يعود عندكم تفاصيل في لاروب، ما كمش حابين تخدموا بالمجسم، حابين تخدموا بالمبسط خاصة المبتدئات، هذاك تعتمدوه في ياسر قواعد تاع الرقبة تاع الإبط، فيه ياسر قواعد تتبعوهم، الاختلاف ما بين الأمام والظهر. بصح في حالة ما إذا راح ديري حجاب فضفاض ولا ما فيهش تفاصيل ما بين الأمام والظهر، يعني ما عندناش اختلاف، راح تتبعي الباترون الأساسي المبسط اللي كنا نخدموا به من قبل الخلاص، واللي هو نفسه هذا. يعني حتى في الفيديو اللي فات راح تاخذي الباترون تاع الظهر، نتاع الظهر راهو ما يتغيرش، راهو نفسه. وضحت لكم هنا كامل الخطوط، لانه احنا لاروب تاعنا تاع لامونج دولما ما فيهاش تفاصيل ما بين ولا اختلاف ما بين الامام والظهر، يعني راح يعودوا متماثلين كما الامام كما الظهر، ما عدا الاختلاف راح يكون في الرقبه. عندنا هنا خط الكتف، ميله الخط تاع ميله الكتف هبطنا بربعة سنتيم. الرقبه قلنا دوره الرقبه نتاعك تقسميها على 6 وتزيدي لها 0.5. هذه القاعده الثانيه راهي عندنا 2 قواعد راح نحط لكم في فيديو منفصل كل قاعده وين نستعملوها. خط الابط كما متعودين، خط الصدر اللي نحدوا عليه لي بانز انا هنا ما احتاجوش لاني الموديل تاعي فضفاض، ما نحتاجوش خط الصدر باه نديروا عليه لي بانز. خط الخصر واخيرا خط الحوض. الاختلاف اللي عندي هنا البنات هي في الرقبه فقط. هنا الخلف راح نهبطو ب2 سنتيم والامام راح نهبط ب14 سنتيم. وعلاه نهبطو ب14؟ باه يمد لي شويه اتساع للرقبه. مانيش راح نهبط ب12 نهبطو فيها كي نعودو حابين نديرو سحاب مخفي ولا المهم فيرميتير في الظهر. انا هنا مانيش راح ندير فيرميتير، واللي تعود البنات الراس تاعها كبير ما يدخلش في الرقبه 14 تهبط 16، يعني اقصى حد راهو 16. ما تفوتي 16 راح تولي ركبه تاع قندوره وتعود مفتوحه الركبه تاعك. لامونش دولما عندنا 2 انواع. النوع الاول اللي راح يعود خط الذراع مستقيم مع خط الكتف، والنوع الثاني راح يعود مائل مع ميله الكتف. انا راح هنا راح نتبع في الدرس هذا اللي راح يكون مائل مع خط الكتف، يعني الميله يهبط مع الميله تاع الكتف. راح نجي عند خط المائل تاع الكتف نتاعي ونطلع منه ب2 سنتيم، نحدد النقطة هذه ونجي عند النقطة تاع الرقبة ونوصلها مع النقطة هذه ونرسم خط. راح يكون الموديل تاعي بهذا الشكل، راح نتبع هذا الرسمة. وعلاه ما هبطتش مع خط الكتف البنات؟ كي نهبطوا مع خط الكتف راح تجينا المنطقه هذه وهنا مع الابط تجينا ضيقه. احنا من بعد راح نديروا التعديل ونديروا الاتساع، بس هكذا راح يمد لي راحه اكثر في اللبسه. من بعد راح نروح من هذه النقطه ونحدد طول الذراع. تحطي طول الذراع نتاعك، عندك 60، عندك 45، عندك 50، على حسب الموديل تاعك وعلى حسب القياس اللي عندك. المهم البنات تحطوه من هذا النقطة، لأنه من هنا يتحدد طول الذراع، ما تروحوش ديروا غلطة وتحدوا من هنا. هذا راهو الكتف العادي نتاعك،
بصح الذراع يبدا من هذه النقطه. من بعد راح نروح نحدد دوره المعصم. انا هنا دوره المعصم ديما نقول لكم البنات كي تهزوا القياس تاعكم قد قد بالمتر تزيدوا ديما 6 سنتيم زياده لهذاك القياس باش يمد لكم راحه للمعصم تاعكم انه يدخل في القماش تاعكم عادي في المونش تاعكم. انا هنا عندي في القياس 20 راح نزيد لها 6 سنتيم تولي لي 26 سنتيم، يعني هنا راح نحط 13 سنتيم. حطيت القياس نتاعي ودرت هنا زاويه قائمه، يعني بالكوس تاعك تحطي القياس زاويه قائمه، لانه احنا في العادي كي نفصلوا لامونش نفصلوها على زاويه قائمه، يعني لازم تحافظي على نفس القياسات. نروح للنقطه اللي بعده واللي هو الاتساع. انا هنا باه ندير لامونش ظلمه لازم تديري الاتساع في الموديل تاعك. الاتساع يبدا من 2 سنتيم، راح تحدي 2 سنتيم تاعك على مستوى كامل الجانب الصدر الخصر الابط الاوراق. وديما نقول لكم راهي تقعد على حسب الموديل تاعكم. من بعد ما درت الاتساع نتاعي اللي يبدا من 2 سنتيم راح نوصل بالنقطه هذه. هذه النقطه الجديده نتاعنا تاع لامونش. انا درك راح ندير تحريف بسيط. انا هنا ما عنديش قانون ثابت نتبعوه في التحريفه هذه لانه يختلف من موديل اخر. دوكا اذا كنتي حابه ديري لامونش ظلمه هذه في تريكو تلبسيه مع سروال، ما كيش حابه تديروه فضفاض ياسر، اللي عاد تستعمل الطريقه هذه في الحجاب الشرعي راح ديروه فضفاض ياسر، يعني المساحه اللي هنا راح تربطها تعود كبيره. انا هنا خرجت مسافه 10 سنتيم ورسمت. دوكا هذه هي الطريقه قد قد لي تتبعوها البنات وتبقى على حسب الموديل تاعكم. انا هنا في الموديل تاعي راني عطيتكم دوكا الاساس. انا هنا في الموديل راح نخرج اتساع بربع سنتيم، مش راح نخرج باثنين، وراح نكبر فلامونش نتاعي باش تجي عريضه راح ندير فيها 20 سنتيم. دوك درت التغييرات نتاعي، وسعت هنا على مستوى الصدر الخصر الاوراق 4 سنتيم لان الموديل تاعي راهو حجاب فضفاض، وهنا وسعت من 13 حتى 20. يعني في الاول عطيتكم الاساسي، اللي حابه تتبعوا يعطيها نتيجه، اللي حابه فضفاض اكثر كيما الموديل اللي راح نخدمه ها كيفاه راح ديري. هذا هو الخط الجديد نتاعنا تاع الذراع، شوفوا كيفاه تبدل الشكل من الاول للثاني. دوكا راح نوصل بيناتهم بخط منحني. وعلاه نديروا الخط المنحني البنات؟ باش هنا ما يعودليش مشكل، تعود عندك اريحيه في اللبسه، تعودي الاز في اللبسه تاعك. راح يكون بهذا الشكل. انا كنت نخلي بالخط الاول حتى وراهو عريض من هنا، راهو عريض عندي اتساع الفوق اللي خليناه فوق الكتف باش نحافظوا على المسافه هذه ما تجيش ضيقه. عندي هنا اتساع بصح راح تحسي تروحك ديما عندك كمشه تاع قماش راهي تحت الابط نتاعك وراهي تعطل فيك ما بين ذراعك والجسم نتاعك. هذا هو الشكل البنات اللي راح نخدموا به الحجاب تاعنا. كاين نقطة أخرى ثانية حابة نشرحها، في حالة ما إذا القماش نتاعك ما يكفيكش ديري لامونش ظلمة متواصلة، هنا راح تخدمي بالنصف، يعني ونحبس لك القماش راح تحبسي. راح نقول أنا القماش نتاعي كي طبقته على ربعة، في الحالة هذه راح نطبق على ربعة، لأني مانيش راح ندير الحجاب إيفازي، راح نديرو فضفاض. في حالة ما إذا حابة ديري الداخل في الخارج ماشي مشكل، راح تعود عندك برك خياطة في منتصف الظهر وتتحصلي على العرض تاعك، بصح هنا لازمك القماش، لازمك حوالي 3 مترات ولا أكثر على حساب لطاي تاعك ولا تاع الزبونة. بصح في الحالة العادية أنا شريت القماش نتاعي 2.5 متر ولا 2.25 متر راح نطوي على ربعة. شوفوا هنا أكيد القماش نتاعي مش راح يكفيني، راح نشرحها لكم على القماش. أنا هنا نضطر إني ندير القصة هذه، والجزء اللي بقى من الذراع راح نكمله من اخر القماش اللي راح يقعد لي. فهمتوا؟ يعني هنا واش حبيت نقول لكم، هذا الاساس نتاعنا اللي نتبعوه هنا باش نديروا لامونش متواصله لازماتك 3 مترات، لانه تطبق تاع القماش يلعب دور باه تخرجي لامونش تاعك متواصله ما كان حتى خياطه. بصح في حاله ما اذا ما يكفيش تضطر انك ديري هكذا، وكاين حالات وين الزبونه
تطلب هذا الموديل بعد، يعني تعود كاينه حابه خياطه في لامونج دولما. هذيك حنا الاساس تاع لامونج دولما انه تجي متواصله، بصح ديما كاين اختلافات تاع الموديل، اختلاف تاع القماش ولا اللي عندك يكفيك ولا ما يكفيكش. ان شاء الله نكون وصلت الفكره تاع النقطه هذه برك، لاني حبيت نقول لكم انها اختياريه. حتى بتوفر عندك القماش قادر ديري بالطريقه تاع لامونش متواصله، قادر تكوبيها في النص ديري لون اخر، يعني قادر الحجاب تاعك يعود باج الطرف الاخر ديريه نوار، ديريه بالاخر بسكاي، ديريه مارون، ديريه بالكولار اللي حابه انت اللي تتحكمي في الحاجه هذه. ان شاء الله الدرس هذا يعود واضح. راح نزيد نعطيكم نقطه اخرى، راح نديرو هنا نخرجوا من هنا بواحد سنتيم تعطينا راحه اكثر للذراع. هاي الواحد سنتيم اللي خرجت بها تمدلنا راحه للذراع. ان شاء الله يكون الدرس هذا مفهوم، وراح ننتقلوا بربي ان شاء الله للجزء التطبيقي اللي هو التفصيل والخياطه.